عليكم. النهارده ايه؟ النهارده السبت، ويوم السبت كده بيبقى يوم طيب ويوم منور، لان حضراتكم عارفين ان اليوم ده هو اليوم اللي بيشرفنا فيه مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الازهر الشريف ومن مؤسسه نبض الحياه. شرفتنا يا فندم وانسنا. الله يبارك فيك يا استاذ، ربنا يزيدك نور يا رب. ربنا يعزك. الله يخلي حضرتك. الله يبارك فيك. الله يخليك. حضراتكم معودنا في الفقره دي بنبتديها بالصلاه على سيدنا النبي. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا، عايز حضرتك تكلمنا عن معنى الغفلة. نعم. يعني إيه إنسان قلبه غفلان؟ أولا الله سبحانه وتعالى جعل ذكره ذكر للإنسان، فاذكروني أذكركم. يبقى أنا أما عاوز القلب يكون يقظ، يكون عارف بالله، عليه أن يذكر الله. فإذا نسى الله سبحانه وتعالى، الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله خنس، ينكمش. وإن غفل التقم قلبه، يبقى خلاص بقى هو عادينا يوديه زي ما هو عايز. إذن الإنسان إذا أراد أن يكون معافى، لأنه مرض خطير، الغفلة مرض طبعا من أشد الأمراض، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم غافلون. لاهية قلوبه، القلوب لاهية، القلوب غفلانة، القلوب بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. أما إذا أراد الإنسان، ولذلك ربنا قال لنا إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. يبقى إذن الإنسان ساعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عليه يداوم على ذكر الله، فإذا ذكر الله لم يكن من الغافلين، وإذا نسى الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. يبقى إذن الإنسان لابد أن يحافظ على نفسه وعلى حياته وعلى آخرته بأن يداوم الذكر لله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام الخير، أيام داخلين على النصف من شعبان، هذا الشهر الذي يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكثر فيه من الصيام، وأن نكثر فيه من ذكر الواحد الديان، وأن نكثر فيه من الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم. أعمل ده كله وأتكلم وأذكر الله وأصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأداوم على الصلوات في جماعة حتى أفوز وأكون من الفائزين، وأهيئ هذا القلب لكي أحارب الشيطان الذي يضع خرطومه على قلبي فلا يكون له علي سلطان. فإذا ما دخل رمضان وجدت هذا الجسد نشيط، وجدت هذه الروح مرتفعة ولها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، إذن تتجلى البركات وتتجلى على الإنسان صلوات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل، فترتقي الروح. وإذا ما ارتقت الروح عاش الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، لا ينظر إلى حرام ولا يستمع إلى حرام ولا يتكلم بحرام ولا يسعى إلى حرام ولا تمتد يده إلى حرام ولا يفعل أي شيء حرام، ولكن كل ما يفعله هو ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى ويقربه من الجنان ويباعده عن النيران. علشان كده دايما الإنسان
اللي الانسان يلاقيه في غفله. يا اخي انت غفلان ليه؟ وحد الله، لا اله, لا إله الله. الا الله، اذكر الله. يا اخي صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده الانسان اما يلاقي حد جنبه غافل يذكره. يعني انا لو لقيت مثلا الست بتاعتي مثلا ماسكه التليفون وقاعده مشغوله، يا ست اذكر الله الاول، يا ست صل على النبي. التليفون ما جاي له ايامه، احنا في يوم مباركه ايام حلوه. طب انا بشوف مسلسل ولا ابني بيشوف او حفيدي بيتفرج على حاجه، يا ولد الايام دي ايام حلوه، يلا نذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى. لازم نعلم اولادنا، نعلم زوجاتنا، نعلم احفادنا، نعلم كل اللي نعرفوه واللي بنحبوه، نقول له يلا بينا في الايام الحلوه دي ما نغفلش عن ذكر الله، نذكر الله سبحانه وتعالى، علشان احنا داخلين على شهر الصيام، الشهر اللي هتكون فيه الفرض ب70 وحيكون فيه التقرب بخصله من الخير كمان ادى فريضه في مسواه. يبقى اذا انا اسيب الخير ده كله ليه؟ اغفل ليه؟ احنا في وقت عايزين نستيقظ فيه، نصحى كويس، نكون عندنا نشاط وعندنا حيويه لطاعه الله سبحانه وتعالى. والنشاط والحيويه مش بالجسد، جسدي انا عندي عظم تعبان وانا عضلاتي تعبانه وعندي اعصابي تعبانه ومش عارف ايه، مش دي اللي بتذكر يا حبيبي. يا حبيبي اذكر بلسانك، اذكر بلسانك، وانت ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك وربنا هيعافيك وربنا هيديك وربنا هيرضيك. لكن احنا فين؟ احنا غفلانين. عايزين الغفله دي نسيبها خالص، نركنها ونشتغل باللسان. حتى لو عندك دور برد اليومين دول، سيب البرد واشتغل باللسان، ان شاء الله هتلاقي كل الخير مستنيك والشفاء ياتي من الرحمن سبحانه وتعالى. ونعم بالله. كلام حضرتك والله انا مش عايزه، يعني مش عايزين نشوف التقرير، وعايزين نفضل سامعين بس التقرير موجود. فهستاذن حضراتكم نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. الفرصه قدام حضرتك النهارده، باب عظيم من ابواب جنه الرحيم الرحمن فتح امامك، مش باب الصيام بس لا، وباب الصدقات. دايما كلنا متعودين ان احنا بننشر الزينه ونفرق الزينه ونعلق الزينه مع اول شهر رمضان، ولما بيجي لك ضيف بتعمل ايه؟ بتقدم له الطعام في اجمل زينه وفي ابهى زينه. طب انت في شهر رمضان بتصوم، بتعبد ربنا، بتصلي، بتقرا قران، ما خطرش في بالك ان انت تزين العباده بتاعتك؟ طب تزينها بايه؟ تزينها بصدقه، تزينها بعمل صالح يشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامه، كرتونه من كراتين الخير اللي بتشارك بيها مع مؤسسه نبض الحياه تشفع وتشهد لك عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. النهارده كلنا شغالين بقلب، شغالين بروح، ليه يا جماعه؟ لان الحاجات ديت قالوا هي هتروح لمين؟ قلت لهم هتروح للفقراء والمساكين والايتام وغيرهم 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 من الاسر الاولى بالرعايه. فلقيتهم شغالين فعلا بقلب، هم حاسين اللي هم بيعملوه. طب انت حسيت الاحساس ده؟ حسيت ان انت لازم تعمل حاجه ويبقى لك اثر عند ربنا سبحانه وتعالى تذكر به في الدنيا ويذكر عند ربك سبحانه وتعالى؟ انا عاوزك يبقى لك تفاعل، يبقى لك اثر عند ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لك اثر بكرتونه جميله قيمتها كام؟ 300 جنيه متكفل بها حضرتك، او متكفل بكرتونتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا كام؟ انت عاوز من عند ربنا سعادة قد ايه؟ قول لي كده، قول لي عاوز من ربنا فرحة قد ايه؟ عاوز كام بسمة؟ عاوز كام ستر من ربنا سبحانه وتعالى؟ عاوز كام رزق من ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كلنا نبقى فرحانين، كلنا بنفطر مع بعض في آن واحد. ممكن ناس ما بتتكلمش، ناس ما بتناديش، ناس صوتها ما بيوصلكش، لكن مؤسسة نبض الحياة النهاردة بتوصل صوتهم وبتقول لك اجعل لغيرك نصيب في خيرك، ودايما خلي غيركم لغيرك. طيب مولانا بعد اذنك، قبل ما نتكلم عن العظمه اللي احنا شايفينها، انا عايزه اشكر اختي الحاجه سعديه، وعايزه اقول لها حاجه انا بحبك قوي عشان الخير اللي بتعمليه، وعشان احنا بلديات، احنا الاثنين شبرويه زي بعض. ربنا يكرمك على الخير اللي بتعمليه ويكتر من امثالك. ومش بس الحاجة سعدية من شبرا الحقيقة، لا كمان في الجميلة الحاجة رقية
من السويس صح؟ آه. ايوه. والحاجه فردوس بقى من بطول ربنا يشفيها ويعافيها. الله يعافيك. عامله عمليه وقالت انا عايزه يا حبيبتي في الكيراتين والله. يا حاجه يا فردوس ربنا يكرمك وكل الحاجه السعديه ربنا يفرج عن اولادها ويبارك لها فيهم اللهم امين وييسر لهم امورهم ان شاء الله. كل المستمعين وكل حبايبنا يامنوا على كرم حضرتك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكرم حضرتك ويكرم كل اخواتي. انا يعني انا في حاجه بقى شفت ستات حضرتك قلبهم لين ازاي وعلى طول بيشتركوا في الخير مع نبض الحياه. وانت متحيزه دايما للستات. ما هو اخواتنا الحلوين الطيبين اهو. لا واخواتنا كمان الرجاله المحترمين طبعًا الحقيقه طبعًا كتير بس ايه مننا ستات زي بعضينا. تاني بقول للحاجه فردوس والحاجه سعديه والحاجه رقيه وكل اخواتنا رجاله وستات سفراء نبض الحياه واهل نبض الحياه وهم صناع نبض الحياة. الله يكرمكم ويجازيكم خير وربنا يكتر مننا كده ونبقى الدنيا كلها جمهور نبض الحياة. معلش يا مولانا أنا أسفة يعني قطعت. والله هو يمكن العمل الخير ده من الحاجات اللي هي شوفي حضرتك احنا بنتكلم عن الغفلة مش كده؟ من الحاجات اللي هي بتخلي الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى مش الذكر باللسان بس، لأ الفعل بقى. والفعل ايه؟ ايه احب شيء للانسان ربنا خلقه؟ المال والبنون. مش كده؟ طبعا. المال اول شيء ذكر، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يدي الانسان المال وبعدين يقوم مسلطه على ان هو يطلعه في سبيل الله، يبقى هو بيقول ايه؟ انت حضرتك لما تسمعي الحاجة سعدية ربنا يفرج عنها يا رب ويبارك لها في اولادها، تقول لي انا بعمل الصدقه الجاريه دي علشان ربنا يبارك لي في ولادي ويكرمهم يا رب. الحاجة فردوس تقول لي انا عايز اديها لك في ايدك علشان تدعي لي وربنا يشفيني. الحاجة رجية اعمل ايه الحلو؟ خدت ايه يا حبايبي؟ ايه دي ايه؟ تخيل حضرتك بقى، تخيل لما القلب يكون فيه رقة بالشكل ده، القلب لما يكون حنين بالشكل ده، القلب لما يكون قريب من الله سبحانه وتعالى بالشكل ده، يبقى ده قلب غافل؟ لا لا لا, لا ده هم دوروا، هم صلوا وذكر ربنا وصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك انا عايز اتجرب بحاجة بقى ملموسة، عايز حاجة غالية، عايز حاجه اقوم اطلعها فيها. اطلعها كده من جيبي احطها لله، يعني ما تبقاش يعني تكون غاليه عندي. الشيء اللي ربنا خلقه لي غالي. طب والغالي التاني مين؟ الولد ده انا باخد ده اللي المفروض لو سبته هسيبه لاولادي، لا ده انا بعمله لله بقدمه لله. يبقى المال والبنون الاثنين انا ضحيت بيهم او تقربت بيهم لله سبحانه وتعالى، دول افضل الناس الذين لا يغفلون يا سبحان عن القرب من الله سبحانه وتعالى. طب واخواتنا بقى اللي بيعملوا كراتين رمضان العظيمه دي، وفي كده سمعت حد يقول لك يعني هو في حد هينام في رمضان من غير ما يفطر؟ ما يعني مش لازم كراتين، ممكن نحط في حته تانية او في حاجه تانية، فنقول له ايه بقى على كراتين رمضان؟ شوف حضرتك يمكن احنا طول ما انا جاي في الطريق مؤسسات وجمعيات اهليه ما ادركوش ان هم يشتركوا مع المؤسسة على النت. خدت بال حضرتك؟ بيكلمونا عايزين واسطة علشان يدخلوا معانا ياخدوا من عندنا كراتين. طيب دول مش عندهم احتياجات، مش عندهم اسماء وكشوف ناس محتاجة عايزة كراتين ياما. لا طبعا احنا نفسنا والمستهدف بتاعنا، احنا بنقول مستهدفنا 50,000 كرتونة، نفسنا ان اهل الخير يكتروا ويساعدونا علشان ندي الأكبر قدر من الناس. لأن صراحة يعني أنا نفسي أدي بدل كرتونة اثنين وثلاثة، نفسنا إن الناس ما يبقاش محتاجين، وخاصة في الظروف اللي احنا فيها. لا تتخيل حضرتك دلوقتي الموظف عايز ياخد، العامل عايز ياخد، الناس كلها مش الناس اللي هم اصبحوا اللي هم اللي كانوا في ناس تحسبهم اغنياء من التعفف يعني المفروض نوصل لهم لحد عندهم من غير ما يطلبوا. بالظبط. فاحنا دلوقتي يعني معتمدين اصلا وبنقول للمؤسسات والجمعيات. طب الشيء الجميل المدير ربنا يبارك فيه بتاع فرع من الفروع، بلاش اقول عشان ما طيب بلاش يعني مرضاش يدى للجمعيه من الجمعيات. ليه؟ مرضاش يدي لها ليه؟ لانها لقى عندها سوء تصرف في العام الماضي، سوء تصرف في التوزيع. وانتوا بنتابعوا امال ايه؟ بنتابعوا امال ايه؟ مش دي امانه؟ اشد انت حضرتك لما انت تديني تقولي لي انا عايز اعمل 10 كراتين 20 كرتون، مش دي امانه اتحطت في رقبتي؟ اعمل فيها ايه؟ الامر مش سهل،
الامر صعب جدا. فاحنا عايزين اذا كان احنا بنتحمل الامانه والمشقه دي عايزين اهل الخير ورجال الاعمال والناس الطيبين. وانا بقول حتى وبناشد لو في مؤسسات كبيره او في شركات كبيره بتعمل كراتين، احنا عندنا الناس اللي عايزين الكراتين. أيوة. احنا نوزعه لكم، شاركونا معاكم، ساعدونا باي حاجه. احنا عايزين يا عيني يا مد اي حاجه تيجي تجيبوها لمؤسسه نبض الحياه عشان توزعها، لان احنا عندنا احتياجات كتير جدا. يعني ممكن لو تاجر مثلا بيتاجر في الرز مثلا، في الرز يجي يقول لحضرتك خد الطن ده انا متبرع بيه، في البلح، في اي حاجه. أيوة. اي حد عنده حاجه يجيبها لمؤسسه نبض الحياه، نزود كراتين، نزود اعداد. طب ثانيه واحده بقى، طب لو مش مؤسسات كبيره، لو انا مثلا طالع من ذمتي مثلا مثلا 500 كيلو رز مثلا، اتصل بحضرتك برضه اقول لك انا في 500 كيلو بيتصل ب 15740 برضه هيوصلوه ياخدوا الحاجه من عنده. تمام جدا. ويحطها ضمن التوزيع، يبقى وفر عليا تمن 500 كيلو رز. خدت من حضرتك، يبقى انا او حتى زود أو كمان معاك مثلا. قال لك حط. فاحنا بنناشد الناس كلها وبنقول وفرصه، واحنا يعني خلاص احنا قربنا قوي يعني الوضع، احنا داخلين على رمضان، فاضل تقريبا 18 19 ان شاء الله، واحنا عايزين نوزع قبل رمضان طبعا. ان شاء الله عايزين ندخل الفرحه، ندخل السرور على الناس. ده عمل من احسن اعمال الخير. ولو حضرتك شفتي وشاهدتي وشفتي لهفه الناس على ان هم بيتعاركوا على الكراتين ازاي وعايزين كراتين ازاي، ولو طال واللي خد يلف من تاني ويجي بصوره ثانيه غصب عنه، ما غصب عنه. ومن الحاجات الجميله بقى ان في واحده جت منقبه وبطاقه معروفه، وبعدين راحت راحت شالت النقاب وجت من غير النقاب، فاللي كان قاعد كان صقر، فقال لها ايه؟ انت جيت انت شلت النقاب بس ما غيرتش الشبشب اللي انت لابسه انا مؤاخذه. ايوه تخيلي حضرتك. أيوة. يعني شوف احنا بنقابلنا حاجات مناظر شكلها ايه؟ ما هو غصب عنهم غصب يعني عنهم. يعني غلابه. عايزين بقى، عايزين اهل الخير، عايزين نشبع الناس دي. عايزين ندي لهم، نقول لهم انتوا استكفيتوا، انتوا اترضيتوا، يعني ده ربنا في الاخره في الجنه بيعمل لنا، يدي لنا كل حاجه ويقول لنا ايه؟ هل رضيت يا عبدي؟ وكيف لا ارضى يا رب؟ وقد يقول لا لا لا، ده انت لسه ليك حاجه حلوه كمان. ايه الحلو؟ هيعمل لي احسن من اللي عمله. تكشف الحجب بين العبد وبين الرب فيرى نور الله فلا يرى شيئا افضل من ذات الله سبحانه وتعالى. انا عايزه يعني برضو اقول جمله لاخواتي الستات اللي ربنا ميسر لهم امورهم الماديه يعني، وبيوتهم الحمد لله مليانه خير وعمرانه. وفري من رفاهيه الاكل والشرب في رمضان، وخلي التوفير ده لحد بالنسبه له محتاج الاساسيات. يعني ايه؟ يعني احنا عارفين ان اليميش والمكسرات والحاجات دي غاليه جدا، في ناس ربنا ميسر لها يعني 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 يستخدموا نعمه ربنا ويجيبوا لاولادهم كل حاجه، بس ايه ربنا نرشد. او ما تجيبش. انا وجهه نظري مش لازم السنه دي مكسرات. وتمن المكسرات ده اذا انا هدفع في المكسرات 2000 3000 جنيه رز دول وزيت. رز وزيت يبقوا اساسيات لاخت ليكي، يعني طبق رز او حله الرز في بيتها، اكل ولادها بس، من غير ما يكون معايا جنبه حاجه تانية. والله اعرف ناس يا مولانا، والله اكلهم رز من تقلي، فبقول لهم يعني وايه؟ قالوا لي لا هو التقليه يحطوا فيها رز والعيال تاكل رز مقلي بس. شوف حضرتك انا ما بحبش احلف. لا ما انا احد الاصدقاء حكى لي ان الست بتاعته وراحت بتشتري رز. فلقت واحده بتشتري بتقول لها هاتي لي كيلو، هات لي نص كيلو رز. بتشتري نص كيلو. فقال لها الكيلو بكذا. فقالت له طب خليه ربع. لا اله الا الله. ربع كيلو، ربع كيلو رز. الناس اللي عندها بقى اللي مخزنه، والناس اللي بتملك، والناس اللي معاها فلوس، والناس نسيبوا الناس دي ازاي؟ في ناس مش لاقيه، عايزه ربع كيلو رز. دول اختبار والله العظيم، الناس دي اختبار لينا. الناس دي ربنا قادر يشبعهم ويرنيهم، بس ربنا بيختبرنا بيهم، فما نسقطش في الاختبار. مولانا انا للاسف الوقت خلص. انا يعني انا نفسي نكتر بقى الفقره بتاعت حضرتك شويه. احنا مش عايزين بس نغفل، بذكر الناس كلها مش عايزين نغفل عن فعل الخير ده. مش عايزين نغفل عن اخواتنا اللي محتاجين، مش عايزين نبعد عنهم، مش عايزين نقول وانا مالنا، مش عايزين عشان انا شبعان ما احسش بالجعان. لا، انا عايز كلنا نحس ببعض ونكونوا جنب بعض وننشر الرحمة بيننا يا رب. بعض. يا رب. بشكر حضرتك يا فندم، شرفتني وأنستني، وبأكد على حضراتكم تاني 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسة نبض الحياة، وغير بنك السي اي بي، غير كل مكاتب البريد في أي حتة في مصر. للأسف الفقرة الطيبة خلصت، استنوني الفقرة الجاية بإذن الله هتعجبكم.